كنش عايش وما لقيت باش تشري سليب الحياة غابة. ما يمكنش تعيش وانت ما بغي، انت مش عارف تشتري سليب. سليب لو انا فهمتها، عندنا سليب ده اللي هو الغيار الداخلي، فالله اعلم انتوا عندكم برضو بنفس المعنى ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين يا رجالة. انا كل الناس اللي تعرفني واللي شافتني قبل كده عملت رياكشنز كتير على تركات مغربية. بالنسبة لاشقاء المغاربة طبعا، اللي شافني منكم قبل كده يعرف ان انا غايب بقالي فترة كبيرة قوي. ما نرجع لازم نرجع على حاجة تقيلة يا زميلي، حاجة كده بص، حاجة تخض. النهاردة بقى نعمل رياكشن على تي فلو. ملاحظ يا صاحبي الاسم كاتش كده وقصير وسريع ويتحفظ بسرعة، قصير وسريع اللي انا بقوله ده. المهم الجزء الاولاني ده يا صاحبي كان للناس اللي شافتني قبل كده، اما لو انت اول مره تشوفني فاللايك، اللايك دين عليك يا صاحبي، الابوني الكلام ده، الشير، خبطت اللايك، خبطت الابوني، عملت الكلام ده كله. يلا بينا يا زميلي، يلا بينا. يلا يا رجاله، الواحد متحمس فشخ. نسمع تي فلو اول مره على القناه. جو ماي بوي. الله اعلم، بس بالدخلة تحس ان بنسبة كبيرة التراك بنسبة 90% اولد سكول. فصاحبي يعني هنشوف سكيلز، المفروض هنشوف بقى مالتيز، هنشوف فاهمني سكيمز. تي فلو الايام. بالمناسبة لو انت متعرفنيش، انا فادي وبراب، خلي في بالك انا براب وعندي قناة فيها راب وبتاع والكلام ده. فصاحبي رجاء وليس فضلا تنزل تشوف اول كومنت مثبت، هتلاقي لينك القناة بتاعتي، خش استمع للاغاني بتاعتي، احب اعرف رأيك. وهيا بنا. يا عيني تاع الريجا باللي جام. يا سلام يا عيني. لا لازم نحاول نرجع فاهمني. في كلمات يا صاحبي. طب طالما في كلمات، ما تنبه اخوك، ادينا اي اشاره، اعمل اي حركه، اعمل لي كده، اعمل اي حاجه. فنسمع بقى الكلمات عشان ايه نحاول نفهم. يا في تقود من 16 على الرجال كتحكي الرجال. الرجال يا بشروا باللي جام جام بغي الدوي كيعجز اللسان. يا فيدك احلك وشي قيسه بارانويا. فيلم تاع الخير صار فهاد الزمان اخويا. يا الله، فيلم تاع الخير صار ماسخ في هذا الزمان يا اخويا. يعني كلمات يا صاحبي اذا تستوعبها تصير معلم عندنا زي ما بيقولوا بالمصري. من عدويا رجعلي، رجع بشروا باللي جام بغيت تقول كيف على اللسان. يا فيدك احلك وشي قيسه بارانويا. فيلم تاع الخير سار فهاد الزمان اخويا. مبقيت كنعرف مصاحبي من عدويا. يا مبقيت كنعرف الراجل من اللوبيا. ما كاينش غير صاحبي من عدوي، بقيت نعرف الراجل من اللوبيا. فاني بور قشقنبر صيف الشو برد سير على ربي. قمبر شامبر يعني كومبير وبيرد كومبير، دي قوافي داخلية بنسميها. بزاف لي عليه فات الفوت عدندم. يا كي العز وكي عدندم. يا سلام. لأي مشكل كين حل. يا لأي اتنين كين حد. او من غير الله ما كين حد. يا عيني، من غير الله ما كين حد. ما كين بالمغربي يا صديقي يعني مفيش، او مفيش حد، او فاهمني. انت لو وصلت المرحلة دي يا صاحبي انزل اخبط الابوني، عشان احنا داخلين دلوقتي في ايه، في معترك. يلا يا زميلي مكمل على نفس خدت بالك، مكمل على نفس الرايم، الفيلات البيلات. نعم، ايه تاني؟ انا اللي تكي حماق وعايش غير بالكينات. كينات في العشرين وفي حلة في السينات. يا الله يا عيني يا عيني، شكلي في العشرين ولكن بحال الستينات. طبعا على نفس الرايم فهمني، شكلي في العشرين بس تديني 60 سنة يعني. دماغ دماغ، وانا احب الدماغ. وشخانة السلاح السلاح. يا عيني سيراج. يا الله لابس اخر السلاح. يا يكون خير خاي هاد الفيدا بيتش. لا لونه مختلف يعني. انا اول مره اسمع تي فلو، زي ما قلت لكم حتى الاسم كاتشي كده وبتاع. لا يعني رغم ان هو اولد سكول، بس الراجل عنده 2 مليون مشترك. وبحب فيكم ده، بحب في شعب شمال افريقيا ان هم بيقدروا الفنانين بتوعهم، بيقدروا الفن اللي بجد. مش خلاص بقى، مش مثلا مده الاولد سكول دي انتهت. ولا تسمعوا الناس
اسمعوا بقى تيفلو، اسمعوا نشوف هيقول ايه. يا بالطمت انا بقيت طمت. يا مكنش الموش قاع من دبل خدمة نو سليب، ممكنش تعيش وما لقيت باش تشري سليب، الحياة غابة. ممكنش تعيش وانت ما بغي، انت مش عارف تشتري سليب. سليب لو انا فهمتها عندنا سليب ده اللي هو الغيار الداخلي، فالله اعلم انتوا عندكم برضو بنفس المعنى ولا لا، اكتبوا لي في التعليقات. انت طبعا بعد ما تدعس اللايك لازم تدعس اللايك. والحياة كيسي قبل خدمة نو سليب، نو سليب شو ما لقيت باش تشري سليب، شو سليب وضروري ما تكون ديب، لعشي فيها صيام وتقبية غتفون ديك. يا الله لو انا فهمت الورد بلاي دي، الحياة غابة ولكن ما ممكنش ما تكون ديب، يعني المفروض بيقول لك دي عيش ديب عشان تعيش في الدنيا، انت فاهمني؟ لكن هو قصده ما تكونش ديب، يعني ما تتعمقش، الحياة خدها بالسهل. فلو دي وورد بلاي هو قصدها تبقى تحفة. كمل. والحياة كيسي ديب كيسي برضو مكمل على نفس سلو رايم. الكسامار وبدأ كيسي. يا ايه الكسامار ده يا شباب؟ ايه الكسامور ده؟ بقوا عرفوني في في الكومنتس ايه الكسامور ده. نكمل. يا الله كايسيل كاي كالسين كاي كالسين اللي هو السين، اظن هو قصده على السين المغربي بشكل عام. يعني اول مره اسمع تيه فلو، لكن بصراحه عنده فلو. يلا يا صاحبي. الناس خدامه واحنا عاسين يا ما وماني يعني، يا هنا بص هنا غير فلو خالص تماما. يا عيني هنا ابتدى يغني بقى، يعني الرابر الشاطر اللي بيعرف يغني على الاولد سكول ده تعرف ان هو متمكن. ده يعني ايه؟ خدها مني كده، تعرف ان هو متمكن كاليركس. ف انا عايزين نسمع يعني ممكن بعد ما اقفل معاكم اسمع التراك تاني واحاول افند في حاجات اكتر. ده هيكون لمصلحتي للتراكات الجايه يا زميلي، عشان لو هنسمع للراجل لو هنسمع لحد مغربي نبقى فاهمين برضو الدنيا رايحه فين وجايه منين. هذا عمرو غالي غنوريك الايام يا اللي حجراني. هنا ابتدى يغني وانا عمرو ما اللي مالي، عايز عمرو راني غالي غنوريك الايام اللي حكراني. يامه دي طلاسم بالنسبة لي يعني بصراحة. ما وماني يعني امتى شي غسالي، بس الفلو بتاع الغنى جميل. يا عيني سالت قمة للحياة، سالت قمة للحياة، حلم كبيرة ما رضاني او مرضاني. ده بالنسبة لي يا صاحبي طلاسم، يعني صعب ان انا افك هذه الشفرة. جيبي عمرو لي مالي يا هذا عمرو رغالي. لا 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 الفلو جميل. قالوا غنوريك الايام يا اللي حجراني، هنوريك بقى الايام يعني الايام تدور عليك والكلام ده. لا يعني بيك شوت اوت يعني زميلي، زي ما انت شفت كده ده كان تي فلو. بصراحة يعني ليركس عنده جميلة جدا، فلو الكلام ده كله. يعني لو عنده حاجة تاني في نفس المستوى ده او حاجة اعلى كمان يا ريت رشحولي عشان نبقى نسمعها الفترة الجاية. اتمنى ان انت دلوقتي تنزل تدعس اللايك والابونيه، يعني حاول ان انت تزق معايا الدنيا يا صاحبي، زق معايا القناة شوية. لايكك بيفرق، سبسكرايبك، ابونيهك، شيرك، كومنتك. مش عايز دي في دي؟ دي في دي المهم يا رجاله احنا كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الرياكشن عجبكم. اتمسوا بالعافيه، كل سنه وانتم طيبين، سلام.